صرح الدكتور أكرم العدوي الطبيب المعالج للفنانة المصرية أنغام وهو أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية، وقال: أنغام جاءت لي منذ شهر وكانت تعاني من تكرار آلام في أسفل البطن والحوض وفي الظهر من الخلف في فترات ليس من المفترض أن يكون بها هذا النزيف، وتم عمل التحاليل والأشعة المطلوبة أوضحت أن هناك وضع طبي يحتاج إلى جراحة، وتم إخبارها بعمل تحضيرات للقيام بهذه الجراحة والاطمئنان عليها واستئصال ما يمكن لمعالجة هذا الوضع الطبي. وتابع خلال برنامج كلمة أخيرة: قلت لها هنجرب وهنشوف العلاج الدوائي، ولكن حدث لديها نزيف عنيف أدخلها في أنيميا وإرهاق شديد، وتدنى مستوى الهيموجلوبين لديها مما استدعى لتدخل جراحي عاجل جدا، وتم دخولها المستشفى وأجرت الجراحة منذ 10 أيام أو أسبوعين، والجراحة صارت في شكلها المتوقع، وكان هناك التصاقات في البطن نتيجة إجراء أنغام جراحات سابقة في البطن، وتم فك هذه الالتصاقات بطريقة منضبطة واستئصال ما يجب استئصال، وصارت الأمور بشكل جيد وخرجت من المستشفى بعدما تم قياس العلامات الحيوية الخاصة بها بشكل آمن، وبدأت أمعائها تعمل بشكل جيد وكانت الأمور تسير في شكل منضبط، وكانت خطتها أن تسافر لالتزامها بالحفلة التي كانت تنوي إقامتها. وختم: بعد خروجها من المستشفى بدأت تشتكي بعد 4 أيام من آلام أخرى بالبطن، طالبتها بالحضور للمستشفى وبعد إجراء الأشعة اكتشفنا وجود التصاقات في الأمعاء، مشيرا إلى أنها كانت تعاني من أورام ليفية خالية لكنها ليست أورام سرطانية. الحمد لله كشف إن مفيش أورام سرطانية. وقال: من الناحية الطبية في أمراض النساء نعتبر ما وصلت إليه الآن هو شفاء تام، وكشف إن الأيام المقبلة ستشهد مواصلة تلقي العلاج التحفظي وإجراء الأشعة والتحاليل لقياس نسبة المعادن ومراقبة حركة الأمعاء، ومع الوقت سيكون هناك انفراجة في الالتصاقات والموضوع يحتاج صبر، متوقعا أنه بنسبة 90% وفقا لهذا المسار لن تحتاج أنغام لتدخل جراحي مرة أخرى. وأشار إلى أنه يتابع الحالة الصحية لأنغام منذ 14 سنة وأنها شخصية ملتزمة وترغب في الوفاء بالتزاماتها رغم سوء حالتها الصحية. ربنا يكمل شفاها ويقومها بالسلام. نشرت الصفحة الرسمية لأنغام على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء 23 نوفمبر 2022 البيان ده، كتبوا فيه: تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حاليا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن. وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول. نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها. بعد النجاح الكبير الذي حققته أنغام في حفلها مؤخرا، وردت أنغام على سؤال الصحفيين اللي سألوها عن زواجها من حسين فهمي، فقالت: أنا ضحكت على هذه الشائعة. أنغام مطربة مصرية معروفة، هي عمرها دلوقتي 50 سنة. أنغام مولودة 19 يناير 1972، مغنية وممثلة مصرية. والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم. في كتير ما يعرفوش المعلومة ديت، أنغام وهي طفلة مع عمها عماد عبد الحليم. أبناء أنغام مع والدها محمد علي سليمان، ده عماد عبد الحليم مطرب معروف طبعا الله يرحمه، وأنغام. تزوجت أنغام 4 مرات،
طبعا الاخير كان احمد ابراهيم. هنشوف بقى الثلاث مرات التانيين. تزوجت من مهندس الصوت المصري مجدي عارف وانجبت ابنها عمرو. ده مع مجدي عارف مهندس الصوت، كان اول زيجتها انجبت عمر. هنا انغام مع ابنها عمر في حفل التخرج. ثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلالها هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أم للمرة الثانية حين أنجبت ابنهما عبد الرحمن. وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقي فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات فقط. هنا أنغام مع ابنها عبد الرحمن، مع ابنها عمر. قدم دعوى الخلع محاميها الذي أضاف بأنها مستعدة لرد مؤخر الصداق والتنازل عن كل حقوقها الشرعية في مقابل حريتها. تم تحديد جلسة 25 سبتمبر 2007 لاستدعاء الزوج وحضوره لجلسة صلح بينهما لمحاولة إنهاء النزاع وديا بدلا من إحالة الدعوى للمحكمة. وبعد قرابة العام فشلت جميع المحاولات للصلح بينها وبين زوجها وحكم القاضي بخلعهما. طليقها كان جوزها مرة تانية، طلقوا في 2007. دي صور متفرقة اليوم. هنا عبد الرحمن الصغير، في هنا عمرو في حفل التخرج، مروان اللي سجل مع أنغام الأغنية. حتى إن البعض قد أطلق عليها مطربة مصر الأولى، كما أن ألبوماتها تسجل أعلى مبيعات في المطربات، وصدر لها ألبوم نفسي أحبك في عام 2009، وحقق مبيعات خيالية مما اعتبره البعض عودة أنغام لسوق الكاسيت بعد آخر نجاحاتها المدوية في ألبوم عمري معاك 2003. ونشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها والممثل أحمد عز، وأكد هذا الخبر مبررين عدم إعلانهم الزواج بأنها كانت ستواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفلين، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وانفصل عام 2014. ده الممثل المعروف أحمد عز وأنغام، كان الزوج الثالث ليها. وفات عصر اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018 الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان شقيقة الفنانة أنغام من الأب عن عمر يناهز 30 عاما. هنا أنغام على اليمين وغنوة على الشمال، الله يرحمها، ماتت بعز شباب. وأكدت الخبر إحدى صديقات غنوة وتدعى رانيا يحيى، إذ كتبت الأخيرة منشور عبر حسابها على الفيسبوك قائلة: غنوة توفت حالا في المستشفى الجوي، لسه مكلمني أهلها بيقولوا تعالوا ودعوا صاحبتكم اللي هيجي يقابلني هناك وادعوا لها أرجوكم.